رجعنا وإياكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل القصير ومستمرين في باقي فقراتنا. راح نتكلم حاليا في فقرة قصة نجاح عن ضيف جدا مميز في السينما والإخراج وأيضا مقدم برامج، ليث رشيد. أهلا وسهلا فيك في حلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لتكون فرصة لمقابلة هاي الجميلة. أهلا وسهلا بك، نورتنا طبعا اليوم. أنت نور كلنا. فبداية أردت تعطيني بطاقة تعريفية عن ليث رشيد. منو ليث رشيد؟ نعم، ليث رشيد مخرج سينمائي مونتير ومقدم برامج. حلو. سينمائي بين قوسين. سينمائي بين قوسين. طيب، أي مهنة بديت بها في البداية؟ أكيد مهنة الإخراج، باعتبار أني دراستي وتخصصي هو الإخراج السينمائي. حلو. فكان يعني دخولي لعالم الفن هو من خلال الإخراج السينمائي. حلو. خرجت مجموعة من الأفلام السينمائية بين الوثائقي وبين الدرامي يعني. حلو. أني أمانة بالآونة الأخيرة دا ألاحظ بالحلقات اللي دا يعني أستضيف بها ناس. نعم. أنه لما دا يتخرجون من تخصصهم دا يشتغلون بتخصصهم. نعم. جدا فخور أني بهذا الموضوع. نعم. لأن إحنا نعرف بالآونة الأخيرة الكثير من الناس دا يتخرجون ولكن دي يشتغلون في عمل. صح. غير عن شهادتك. صح. فأنت مستمر بشهادتك وتقدمت فيها. نعم. الحمد لله. هو تبقى على الإنسان هو إذا بالضبط. يحب يستمر بمجال اللي هو دخل به بدراسته ويستمر يعني خارج الدراسة أو من يتخرج يكمل أو يريد يروح إلى جهة ثانية أو مهنة ثانية. تبقى الإرادة. شخصية الإنسان وهو شنو هدفه ممكن. بالحياة. ولكن أكو بعض الأحيان الناس أو الأشخاص ما يلقون فرصة عمل في. نعم. عملهم اللي هم متخرجين بعدها. المهم احنا نرجع لليث رشيد. اي نعم. ليث رشيد في الاخراج السينمائي اول عمل قدمه شنو كان؟ كان فيلم سينمائي بعنوان عريس الكرادة. حلو. هاي يتحدث 2015 حلو. يتحدث عن العمل الارهابي والاجرامي اللي صار بالكرادة الانفجار. اي فتناولناه من خلال قصة درامية. نعم. يعني كان هو ديكو دراما يعني بمشاهد وثائقية وبي مشاهد درامية يعني تمثيل. نعم. فكان من الأعمال الناجحة رغم أنه هو عمل أول عمل إليه. نعم. بس حقق نجاح كلش كبير. مشارك بمهرجانات سينمائية دولية ومحلية وحصلت من خلاله جوائز كثيرة الحمد لله. شو شعورك بنجاحك لأول فيلم إخراجي لألك سينمائي؟ نعم. شنو شعورك؟ والله يعني انطاني الموتيفيشن، انطاني الدافع انه انا استمر بهذا المجال. نعم. اللي انت تعرفين الفنان اذا شاف اول عمل له حقق اصداء ولو بسيطه راح يصير عنده الواهس او يصير عنده الدافع انه يستمر ويكمل بهذا المجال. حلو. انا الحمد لله والشكر الله وفقني بهذا العمل وحققت نجاح كبير. حلو. يعني كان الفيلم ماتي في مهرجان رؤى السينمائي الدولي. نعم. يعني حقق المرتبه الرابعه بين مجموعه كبيره من الافلام. حلو. عربيه اجنبيه يعني شاركت بيها افلام ايرانيه افلام اسبانيه افلام فرنسيه. نعم. فمن حققت المرتبه الرابعه بفيلم بامكانيات بسيطه بامكانيات متواضعه فهذا بالنسبه لي كان نجاح كلش كبير. أكيد. يعني خلاني اكمل بهذا المجال وصار عندي واهس صار عندي رغبه انه استمر بهذا المجال والحمد لله والشكر. هاي تقريبا صار حوالي تقريبا 9 سنوات الى 10 سنوات انا بهذا المجال. نقدر نقول سبب الاستمرار هو النجاح اللي كان بالبدايه. اكيد. طيب احنا نعرف كلنا لما نبدا في بدايه طريقنا اول عمل نقدمه مهما ما يكون العمل والمهنه اللي احنا بيها. لا. لازم اكو اخطاء نتعلم من عندها. أكيد. او اكو بعض الامور اللي احنا ما منتبهين لها وننتبه عليها بعد ما ينعرض العمل. صح. اللي احنا نقدمه. صح. شنو الاشياء اللي استفادت منها بعد عرضك لهذا العمل على الرغم انه هو نجح وحصل المرتبه الرابعه نفس ما ذكرت. لا. ولكن اكيد انت انتبهت على بعض الامور عفوا كان لازم انه تصححها. شوفي اي عمل سينمائي مهما كان ميزانيته ضخمه. نعم. مهما كانت انتاجيته عاليه لازم تلقين اكو اخطاء معينه. اكيد. ماكو شيء متكامل نهائيا سواء كان بالفن او خارج الفن. الاعمال اللي احنا نشتغلها بما انه هي امكانياتها خلينا نقول بسيطه مو امكانيات متوسطة. قويه جدا متوسطه يعني حسب القدره. نعم. اللي احنا نمتلكها في انتاج هذا العمل السينمائي. نعم. راح تلاقين تواجهنا بعض المشاكل يعني احتمال بالتصوير فد مشهد معين او لقطه معينه بها اشكاليه معينه يجوز اكو فد لقطات الصوت بيها ما يكون مضبوط 100%. نعم. لكن هي مو ذيك المشاكل الكبيره اللي ممكن تاثر على نوعيه الفيلم على جماليه الفيلم على الرساله اللي يقدمها الفيلم. حلو. هذا سبب انه احنا نحتاج الى دعم نحتاج الى انه نطور من امكانياتنا نحتاج انه نجدد من المعدات. نعم. السينمائيه اللي قاعده نشتغل بها حاليا. وطبعا هاي الاخطاء كليتها اللي يمر بها سواء كان الفنان او غير الفنان راح تعلمه انه بالمرحله الثانيه او من يشتغل عمل جديد ما راح يكرر هذا الخطا. الاخطاء تعلم. بالضبط. يعني ماكو انسان وصل لمرحله النجاح اذا مو هو مر بصعوبات ومشاكل واخطاء
كونت شخصيته وخلته يكون قادر على مواجهة الظروف الحياتية أو ظروف العمل، سواء كان مجال الفن أو خارج مجال الفن. والخطأ سبب النجاح طبعاً، أكيد أكيد. نعم. طيب ليث رشيد كم عمل سينمائي عندك؟ لحد هاي اللحظة اللي أنا أحكي وياك عندي 12 فيلم سينمائي. حلو. بين وثائقي وبين درامي. حلو. وإن شاء الله عندي عمل سينمائي دا أحضر له ان شاء الله على الصيف المقبل اذا الله راد. نعم. وعندي فيلم سينمائي احب اتطرق له بشكل مختصر اسمه كيف تراني. هو فيلم وثائقي يتحدث عن اصحاب الهمم. نعم. الاشخاص اللي ولدوا بامكانيات خلينا نقول متواضعه ما تشبه امكانياتنا. نعم. احنا اللي احنا كاملين خلينا نقول. نعم. بس رغم مشاكلهم ورغم يعني إعاقتهم ورغم أنهم مروا بظروف صعبة، مشاكلهم بالمجتمع، مشاكلهم شو نقول اندماج، عدم تقبل الاندماج ويا المجتمع، إلا أنهم حققوا نجاحات. نعم. بالمجال الفني وبالمجال الرياضي وأثبتوا وجودهم.